ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وشفنا تقرير عن حاجات كتيرة للشعر، منتجات يستغنوا بيها وتجميلية، منتجات كتيرة مع ضيفتنا اللي هتكون منورانا في الفقرة التانية، أستاذة همس صاحبة بيج مسك وعنبر. أهلا بيك أستاذة همس. نورتينا همس. نورك يا شوشو. ميرسي حبيبتي. هرجع لك ونتكلم عن كل حاجة عندك، بس هنروح نشوف الشيف إبراهيم عمل إيه. تمام. وبعد كده نرجع لك تاني، أوكي؟ تمام. ريحة الأكل حلوة. أه جدا. إيه بقى إحنا الجلاش إيه؟ تمام خلاص؟ خلاص الجلاش في الفرن زي ما اتفقنا، 30 دقيقة بالظبط أو 25 دقيقة. وهيكون جاهز معاك. وهيكون جاهز باذن الله. دلوقتي انا بسيح زبده عشان عندنا الوصفه الثانيه البطاطس. كرات البطاطس. اسم الوصفه ايه الاول؟ اسم الوصفه كرات بطاطس. كرات بطاطس بصوص الزبادي بالثوم والنعناع. صوص الزبادي بالثوم والنعناع. اه ده صح جدا. تمام. البطاطس عشان الناس بس ما تستغربش من الحجم بتاع البطاطسيه، هي باينه في الكاميرا. حجم دي اسمها كاره. اوكي. موجوده. تمام. ده الحجم المناسب للنوع المقبلات، ده من الابيتايزر السخن. تمام. مش طبعا مش سلطات. ماشي. اوكي. سيح الزبده وهننزل بالبطاطس. تمام. يعني هتحمر البطاطس. احمر البطاطس عادي. اه تمام. وبعد كده اعمل لها الصوص وانزل بيه في الاخر. ونعمل الصوص وننزل بيه. طبعا المكونات هتنزل معانا دلوقتي، المخرجنا هينزل المكونات معانا على الشاشه عشان الناس برضو ايه تعرف مكونات الوصفه دي. تمام. تمام. تيجي في المطبخ يا همس؟ جد. طيب حلو قوي، انا بحب الضيوف اللي يكونوا معايا كده يكونوا في المطبخ. مش هيبقى انت والضيوف يا شيما، يعني كفايه انت يا شيما معانا. يعني انت يا عبد والله، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. ميرسي على يعني انت مخلي الناس واخده عني فكره تحفه. لا بس انا عارفه ان انت بتطبخ حلو صح كده. ايوه احنا بنتكلم نقعد نبعتلك بعض صور منبر وحاجات. فاكره انت منبر؟ المواصفات بتاعه الوصفه بتاعتنا بتاعت كرات البطاطس. كرات بس انا عايز اقول حاجه مهمه، معلش نسيت. هي الفكره، عشان المطابخ بتفرق. هي الفكره بتاعه البومناتير اللي هي البطاطس الويجز زي ما بنقول عليها في المطبخ الايطالي، ولكن دي من المطبخ الفرنساوي. الفرق كله في الحجم والصوص زبادي زياده على دي. في البومناتير عشان الناس سالتني كتير في الموضوع ده، البومناتير ما بياخدش الصوص اصلا. اوكي. بياخد زبده وشويه عصير ليمون وشويه شبت شويه ثوم بس. أوكي. ده الفرق بين دي ودي. دول الفرق ما بينهم. اه ده طيب. الفرق بين الاثنين. هي معانا دلوقتي المكونات على الشاشه. كرات البطاطس بصوص الزبادي عباره عن 6 حبات بطاطس صغيره، معلقتين زبده، معلقه زيت للقلي، حزمة شبت، كمون، باربيكيا، طماطم شيري، يعني فيها مكونات كتيرة. واحنا انتبهها معاك، شفنا واحدة واحدة قبل ما تبدأ. تمام. تعملها وتجهز البطاطس. نرجع بقى. طيب. لضيفتنا شيما ونبدأ بالمكونات بتاعتها. طيب قبل بقى ما اتكلم مع همس، هو هنا في البرنامج يعني في بيتنا، كنت دايما بستضيف لحضراتكم خبراء العناية بالشعر، وكنا دايما بنتكلم عن البروتين وعن الترميم، وفي بنات كانت مقلقه شويه من البروتين ومن الترميم. ممكن اكيد طبعا، هو مش ممكن، هو اكيد ليه اضرار في بعض المنتجات اللي فيه، لكن احنا النهارده بنتكلم عن منتجات تجميل، حاجات طبيعيه وحاجات كويسه، واغلب اعتقد ان اغلب كل البنات بتحب تستخدم الحاجات اللي هي كويسه، حاجات طبيعيه ومنتجات عكس البروتين. بس في بنات برضو يا همس بتتجه للبروتين في الاخر يعني. بس خلينا نقول ان احنا معانا منتجات مضمونه، حاجات انا اكون مطمنه وانا بستخدمها على شعري. تمام. فاحنا معانا همس صاحبه بيج مسك وعنبر. فاحنا عايزين نعرف الاول، قبل ما تفكري في موضوع البيج وان انت تتجهي لمجال المستحضرات التجميل دي، الفكره جات لك منين؟ مبدئيا كنت عملت بروتين. كان حد، بصي خلينا نتفق ان معظم في بروتين كويس، في ناس عندها ضمير وبتستخدم ماتيريال كويسه، بس دول مش ظاهرين من الناس اللي بتستخدم ماتيريال كتير بتحرق الشعر وبتوقعه، فده مش ظاهر خالص. بالظبط. الناس الكويسه دي مش ظاهره. فمهم ساعتها عملت البروتين، حرق لي شعري ونصه تقريبا وقع، وكانت مأساة يعني. طبعا. جيت بعد كده بدات والله حسيت ان في قصه ورا الموضوع ده. جيت بعد كده كنت اتجوزت، فقاعده في البيت مش بشتغل، زهقت من القعده، مليت. فكانت اخت جوزي كانت بتشتغل اونلاين، قالت لي ما تفكري كده اوريدي انت قاعده ما بتعمليش حاجه. فبدانا، كنت شغاله في حاجات غير دي خالص. فكل مره كان الاقي نفسي بيضحك عليا في منتج، فالمنتج يطلع وحش ابطل ابيعه للناس، لان انا عارفه ان خلاص جربته فهو اوريدي وحش. انت بتجربي ليك انت الاول؟ لازم. لازم اجرب عليا، على والدتي، اخواتي البنات، صحابي. والله جاب افكت كويس، فخلاص ببدا اشتغل فيه وابدا اعمل دعايه لكده. ما عملش حاجه مش بعلن عنه اصلا. فده بقى اتلسعت منه كتير قوي، منتجات كتير بيبقى ظاهريا كويسه. طيب استاذه همس، برضو احنا معجبينك والناس بدات تتصل، بس ده التليفون خاص شويه جاي لك، فقولي يا همس. يعني طب قولي الو. يا همس الو، في بدايه الحلقه كده يلا بينا. الو الو يلا همس الو
الو ايوه مين معانا؟ طيب السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بحضرتك الصبريه ام وصيف ابراهيم الشريف. مامه الشيف. والده الشيف. والده الشيف الشيف ابراهيم. ازاي حضرتك؟ انتوا عاملين ايه؟ احنا بخير الحمد لله، مبسوطين باتصال حضرتك علينا النهارده. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب العالمين. كده ويهنيكم ويهنيكم بعد يا رب. امين يا رب. شوف ابراهيم معاكي ومنورنا هنا اهو. ربنا يستر معاك يا حبيبي، منور بيكوا والله. ابراهيم ده يعني ربنا يكرمه يا رب، يرجع كل خير. الايه؟ وبعدين انا الصراحه يعني انا مبسوطه بيه. ربنا يبارك لك فيه. شوف ابراهيم يعني بني ادم محترم صراحه، ربنا وربنا يا رب يكرمه في الاول ويكون في احسن مكان يعني. هو يستحق على راسي يا حاج. ربنا يخليك يا ست الكل ويخليك لينا ويديك الصحه يا رب. يا ربنا يبارك لك فيه ويبارك معاه برضه. طبعا انتوا برضه خير والبركه فيها. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هو يستاهل كل خير. شوف ابراهيم يستاهل كل خير. وشوف ابراهيم يعني بيجي يمتعنا بوصفاته وبحاجات اللي بيعملها معانا. شيف ما هوش غريب عننا، ده شيفنا بيجي وبينورنا دايما وبنشوف منه كل جديد. ميرسي لاتصال حضرتك. شكرا ليك ولاتصالك. شكرا. طيب همس هرجع ليكي بقى في حاجه. لا احنا برضه شيما لسه معانا فاصل، بس هنطلع فاصل ونرجع. طيب. تاني فاصل يا همس رجع تاني. طيب ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ولسه مكملين مع استاذه همس صاحبه بيج مسك وعنبر. همس انا لما دخلت وكلمتك عشان تكوني النهارده معايا وتنوريني، ليه ضجه رهيبه عن منتج عندك اللي هو ميكس الترميم الثلاثي؟ عايزين بريانكا. بقى نعرف ايه هو ميكس الترميم الثلاثي بريانكا، كلمينا عنه. بصي، كان معظم الناس اللي بتشتكي من البروتين ان شعرها بيقع، بياخد مده قصيره وبيرجع زي الاول تاني. في تساقط رهيب بيحصل بعد كده، فاحنا قدرنا نعمل برودكت مصري تصنعه في مصر. اللي بتعمله شركه بريانكا تيتا فورا، دكتوره هبه. دي دكتوره خبيره في علاجات الشعر والبشره. وفي نفس الوقت سعره على قد الايد. تمام. مفيهوش اي اضرار خالص. زيرو فورمالين، زيرو كيميكالز، مفيش صوديوم، مفيش اي حاجه تضر الشعر. ينفع للاطفال من سن سنه. لو مثلا حامل، لو بترضع، مفيش اي مشاكل خالص. دي بقى ده اللي نجحنا في كده. تمام. حتى انت لو كتبتي على جوجل ميكس ترميم الثلاثي هيطلع لك ميسك وعنبر. ده رهيبه جدا ما شاء الله عندك على البيج بتاعتك. الحمد لله. انا شفت كميه ما شاء الله ريفيوهات عن اللي هو ميكس الترميم الثلاثي بريانكا، خلينا نقول بريانكا اهم حاجه. فما شاء الله ليه ريفيوهات كتيره جدا عليه بتشكر فيه. يعني هو موضوع سهل جدا. اللي هو ايه معانا بقى هنا معانا في المنتجات دي؟ بصي، المفروض ان احنا ميكس الترميم ده عباره عن ثلاث حاجات. الشامبو ده زيرو صوديوم. حمام الكريم ده حاجه اساسيه بخلاصه الكولاجين وبذور العنب. الكريم التصفيف اللي هو السلكي ده. ده هو المهم جدا. كل اللي بنعمله ان احنا بنغسل شعرنا. وعايزين نعرف ازاي نستخدمه. اكيد بنغسل شعرنا بالشامبو. وبعد كده بناخد معلقتين من حمام الكريم ده على معلقه زيت زيتون. تمام. الكريم فيه كولاجين بحري، فيه كولاجين نباتي، فيه بذور عنب، فيه مكونات كتير جدا بتخلي الشعر صحي جدا. تمام. وبتحطيه على شعرك نص ساعه، على شعر مش عارفه روت الشعر. وبعد كده لو عندك فوطه سخنه ممكن تستخدميها، بركاب حراري، مفيش مشكله. بعد كده بتشطفي شعرك عادي جدا. ده بقى هو ده المهم. بتدهني شعرك بعد بتغسلي شعرك بيه. وتبداي بقى لو عندك بيبي ليس بتسخنيها على مش بتسخنيها، بتحطي بتظبطي حراره متوسطه. وتبداي بتقسمي شعرك وبتمشي بالبيبي ليس عليها. بتلاقي شعرك بقى ليس جدا ومفرود وناعم وصحي. ليه بقى بنعمل كده؟ عشان معظم الناس اللي بتعاني من مشاكل الشعر مسامير الشعر عندها مغلقه. المغلقه دي المفروض تتفتح ازاي؟ بالتدفئه. التدفئه دي عن طريق البيبي ليس او البركاب الحراري. يعني لازم بيبي ليس. لازم بيبي ليس. ليه بقى؟ ان انت بتدخلي الشعر زبدة الشاي الغاني واللانولين الطبيعي وزيت جوز الهند وكل المواد الطبيعية اللي في الكريم بتخلي الشعر يمتصها ويستفاد منها. يعني التسخين هو اللي بيخليه يمتص درجة حرارة متوسطة. درجة الحرارة كده كده اوريدي احنا بنعمل. ولو مثلا واحدة مش محجبة وبتعمل بيبي ليس واستشوار باستمرار، بتدهن شعرها من الكريم السلكي ده وتبدأ تعمل بيبي ليس. الكريم بيعمل زي كفر للشعراية، مش بيخلي الشعراية تتضر او تتقصف من البيبي ليس او الاستشوار. تمام. بس تمام. طب احنا معانا اتصال تليفوني. مدام زينب. الو الو الو. اهلا بيك. اتفضلي. الو. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. احنا سامعينك. شيما الحمد لله يا حبيبتي. ميرسي. ازيك يا عبدو؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. اتفضلي. البرنامج بتاعكم جميل. ميرسي يا حبيبتي. مبسوط. ربنا يخليك. هموسه. هي زينب ازيك؟ اتفضلي. سامعاكي. اتفضلي. ازيك يا هموسه؟ الحمد لله يا حبيبتي.
قلنا بقى ايه حضرتك رايك في اه استعملتي منتجات من منها؟ استعملت منتجات مسك وعنبر. تمام، ايه المنتجات اللي استعملتيها وعملت معاكي ايه؟ حقيقي انا استخدمت اول حاجه منتجات مجموعه ميكس الترميم. تمام، حقيقي هي تحفه بصراحه، بس لازم الواحد يعني يستعملها اكتر من يعني مره اتنين كمان، يعني مره فوق المره اللي بنجيبها عشان نلاقي النتيجه. تمام، مش مره ونسيب الحاجه. اه بالظبط كده، مداومه. الحاجه الثانيه انا استعملت برضو، كنت سالت عموسة على شعري خفيف وكان نفسي يتقل ويطول، فهي نصحتني بنوعين زيت، نوع زيت الجرجير وزيت الجدبان. حاجات طبيعيه كلها تحفه تحفه تحفه. واللي عملته هموس معايا كمان بقى ان هي بعتت لي هديتين. بعتت لي النخاع بالكالوجي، ده تحفه 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 بصراحه، ونصحت بيه كل قرايبي واللي اعرفهم. جاب معاك نتيجه كويسه يعني؟ لا حقيقي منتجات الشركه دي تحفه بصراحه. ده حقيقي لان انا جربت حاجات كتيره، وكنت برضو زي ما هموس قالت كده ان هي اتلسعت في حاجات كتير، انا برضو اتلسعت اونلاين في حاجات كتيره جدا وغير اونلاين كمان. كل الناس عندها تجارب، بس انا حقيقي الشركه دي منتجاتها هايله. اوكي، منتجاتها هايله جدا. وكمان هموسه بعتت لي حاجه، معلش عايزه اقولها. اتفضلي. اللي هي بالفحم، صابونه الديتوكس دي تحفه. دي فايدتها ايه للبشره؟ اقول وش فايدتها؟ دي هنبقى بتفتح مسام البشره وبتعمل تبييض للبشره، فعلا تفتيح. وفعلا ده انا حسيته، وكمان غير ان هي بتعمل تفتيح زي ما تكوني انت حاطه ميك اب روجاجوف في خدودك، يعني حاجات طبيعيه. ان انا اغسل وشي اخرج الاقي وشي منور، فيعني ما شاء الله. هي منتجات حلوه جدا يا حبيبتي، مبروك عليكي الحاجات اللي جابتها لك هامس، ومبروك عليكي كمان النتيجه اللي انت وصلت لها ما شاء الله. دي طبعا دي عميله عند مدام همس، شكرا لك جدا. نشكرك، شكرا لك. اتصالك استاذه زينب. استاذه همس، يعني ده اللي هيخلينا نسالنا السؤال ده، او نقول ان الناس كلها بتعاني من مشاكل في الشعر كتير، زي تساقط الشعر، الصلع، يعني في مشاكل في الشعر غير اللي هي بقى الاهتمام بالشكل نفسه، في المشاكل. فكلمينا عن مشاكل الشعر وايه المنتجات اللي ممكن للتساقط فيها. بالنسبه لمشاكل الشعر اللي معظمها 90% بتعاني الناس منها، هي شين، تقصيف، موجة في الشعر، كسرة جديدة، تساقط في أماكن بتبقى فيها فراغات. ميكس الترميم بيمنع الهيشان تماما، التقصيف بيمنعه تماما. لو في موجة أو كسرة بيدي نسبة فرد من 60-70%، بس أهم حاجة إن احنا نداوم. تمام. مش مرة واثنين لا، حتى لو انتوا يعني حطيتوا صور على الشيطة قبل وبعد، في ناس بقت تستعملوا 4 أو 5 شهور هتلاقي نتيجة فرق رهيب، محدش كان بيصدقه أصلا. الصور إن شاء الله ده بالنسبة للهيشان والتقصيف والموجة والكسرة والفرد الطبيعي وكل حاجة. التساقط بقى، في حاجة عندي اسمها ميكس التساقط، ده عبارة عن زيت جادوبال، ده موجود معايا، والنخاع الإنبات. للإنبات، الناس اللي بتبقى عندها بتعاني من الفراغات او الصلع او الشعر يعني. انا كان عندنا حاله مع دكتوره هبه لراجل، يعني كان بدايات صلع، وفعلا بدا شعره يطلع في الفراغات، بيبي هير كده صغير، وكان محاول محاولات رهيبه يعني. تمام، احنا معانا فعلا الصور دي دلوقتي بعد الحالات دي بقى اللي عندها فراغات وبادئ صلع. النتيجه دي في قد ايه؟ دي تقريبا كانت في شهرين. شهرين دي كانت بنوته معانا صور ثانيه برضه اسماعيليه فاكراها. يعني هي بتيجي على حسب. تمام، دي بقى كانت برضو بنوته صغيره، كانت مامتها بتعاني من تجاعيد، كان اختها شعرها ناعم جدا، اختها كانت شعرها ناعم وكانت بتغير من اختها. تمام، قعدت تقريبا معايا 3 شهور ما شاء الله. 3 شهور. يعني هم بيقول لك كمان لغايه عندك عشان يبقى لا مش لغايه عندي، احنا اونلاين. اونلاين اونلاين بس انا ببدا مع العميله، بفضل معاها تبعت لي صوره شعرها قبل، وبفضل معاها لحد ما توصل للنتيجه اللي هي محتاجاها. تمام. طيب. معانا برضو اتصال تليفوني، الصور وهي بتتعرض معانا، ناخد الاتصال التليفوني. استاذه ايه؟ الو. الو. ايوه، اهلا بيك يا استاذه ايه. اهلا اهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. اتفضلي. انت ازيك يا موسى؟ منوره. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ يعني ما شاء الله العمر كلهم هيكلموكي النهارده يا همس. الحمد لله. ازيك يا ايه؟ اتفضلي. بصوا بقى، وانا عايزه اشكرها جدا والله بامانه، وهي فعلا جابت لنا حاجه كويسه جدا. هي كل بس الحوار ان الناس لازم تفهم ان هو مش سحري، يعني ياخد وقت بس. طبعا اكيد الحاجات الطبيعيه زي دي لازم تاخد وقت. طبعا لا كله بيبقى مستعجل، محدش
يعني بيبقى عنده صبر ان هو يستنى لحد ما يعالج المشكله، لا صح. كله بيبقى عايز يحط يلاقي خلاص كده ان شعري اتبدل يعني. دي نقطه مهمه جدا يا همس، اللي فعلا الناس بتكون مستعجله على النتيجه اللي نفسهم فيه. لا يا جماعه كل حاجه بتاخد وقت. هي ممكن تقول لك تجربتها خدت وقت قد ايه؟ طب اه انت اخدت وقت قد ايه فعلا لغايه ما خدتي النتيجه اللي انت عايزاها؟ انا النتيجه اللي انا عايزاها شفتها من شهر ونص ما شاء الله. برضو على فكره شهر ونص شهرين قوي. مش وقت مش كتير يعني على حاجه زي كده ما شاء الله. ولسه بكمل بس ان شهر ونص كنت لاقيه نتيجه مرضيه جدا، اللي هو في تبديل وتحويل بس مش من اول مره. اول مره هتلاقي تريان كده اللي هو شعرك برضو يعني قبلها شويه لكن شهر ونص ابتدى معايا لقينا نتيجه مظبوطه، ومش انا لوحدي، كنت انا وحد من قرايبي يعني لقينا نتيجه حلوه جدا مرضيه، اللي هو انا هكمل. ايه اكتر حاجه طبعا عجبتك في منتجات او الحاجات اللي على البيج ميس كلامبر؟ عجبني الميكس طبعا، ميكس الترميم ما شاء الله حلو جدا، حمام الكريم تحفه، والشامبو في الاول ما كنتش حباه بس بعد كده بقيت مش بستغنى عنه خالص. بعدين اللي هو النخاع انثى الجمل ده رهيب بجد، تحفه جدا 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 يعني. كملي يعني، كان عندي مشكله كبيره من البروتين للاسف برضو يعني مشكله همس. تمام استاذه طيب. ايه شكرا مبروك عليكي النتيجه اللي انت وصلت لها. همس بقى بعد ما اتكلمنا عن التساقط والترميم، مسك التساقط مسك الترميم، ندخل بقى على مشاكل البشره. في بنات كتير جدا طبعا زي ما انت عارفه بتعاني من الحبوب والهالات والحاجات اللي بتكون في البشره ما بتعجبناش، وبتكون عايزه حاجه يعني حل لتفتيح البشره. انت عندك هنا في البيج او في حاجات اللي معاكي حاجات تتفتح؟ اقول نصيحه بس بسيطه، اتفضلي ما تغسليش وشك باي حاجه غير اللي احنا نقول عليها يعني. طيب. في مهما كان الغسول او الكلين اللي انت بتعملي بيه غالي جدا، اغسلي وشك بميه بس، ميه بس، ميه بس. طيب. او بالصابونه اللي هي دي صابونه الديتوكس، دي صابونه تمام، دي صابونه فحم بتغسلي بيها وشك، وفيها بقى مستين، فيها ناحيتين، ناحيه ناعمه بتغسلي بيها وشك، والناحيه الخشنه الثانيه بتبقى عامله زي السكراب لو انت حبيتي تعملي سكراب لبشرتك. حلو قوي ده، تحفه، بتخلي البشره طريه جدا، بتفتح، بتمنع الحبوب، بتخفي اثار الحبوب. دي اللي كورس البشره ثلاث حاجات، الصابونه وحليب جوز الهند، لبن جوز الهند المكثف ده، وجل الصبار.